عائلة مساحة، يا أهلا. منذ بدايتي في اليوتيوب في بداية سنة 2018 نشرت عدة حلقات عن دول عربية، منها العراق، المغرب، سوريا، اليمن، الأردن وتونس، وأيضا آخر حلقة كانت عن سلطنة عمان. يجب عليكم أن تشاهدوها، سأضع لكم رابط تلك الحلقة في الوصف. لكن لم أنشر ولا فيديو عن المملكة العربية السعودية، لذلك أحببت أن تكون هذه الحلقة هي حلقة خاصة عن معلومات وحقائق عن المملكة السعودية. هذه المعلومات البعض من أصدقائنا في السعودية لربما هم أيضا سيسمعونها لأول مرة. يلا نبدأ الفيديو. هل تعلم بأن أول رائد فضاء عربي كان سعودياً؟ كما قلت بعض المعلومات ستصدمك. يعتبر الأمير سلطان بن سلمان، وهو الابن الثاني للملك سلمان، أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم يطير للفضاء كأخصائي حمولة على متن المكوك الأمريكي ديسكوفري التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في 17 يونيو 1985. والأغرب أنه بهذه الرحلة تمكن الأمير سلطان بن سلمان من تحقيق 3 أرقام قياسية مرة واحدة، دفعة واحدة، وفي يوم واحد. في تلك الفترة وبعد وصول المكوك الفضائي بنجاح للفضاء، تلقى الأمير سلطان اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، حيث قال له: إننا فخورون بأداء مهمتك الناجحة في الفضاء ونتمنى لك عودة سعيدة. وكان جواب الأمير سلطان: آمل في أن تتاح مثل هذه الفرصة في المستقبل لمزيد من الشباب العربي، وأن يكون في عملنا هذا خير للإسلام والمسلمين والأمة العربية جمعاء. طيبين وبخير، وإن شاء الله نشوفك بالسلامة وبالتوفيق. وأحسن خبر سمعته اليوم أنك ختمت القرآن في الفضاء، وهذا شيء أشكر الله عليه. دائم التوفيق إن شاء الله ومع السلامة. يوجد منطقة في السعودية تسمى حافة العالم. من المعلومات والحقائق الغريبة عن المملكة العربية السعودية هي أنها موطن لواحدة من أخطر حواف الجبال في العالم. هذه الأعجوبة الطبيعية بسبب علوها الكبير وشكلها الغريب تم تسميتها بحافة العالم، هي حافة جبل فهرين والمتوجدة على وادي حنيفة، بالضبط في منطقة العارض وسط نجد، وتبعد عن مدينة الرياض حوالي 35 كيلومتر. تعد حافة جبل فهرين، أو كما تسمى بحافة العالم، أو كما يسميها السعوديون المطل، واحدة من أروع المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة العربية السعودية. يقال أن تلك المنطقة العربية الساحرة كانت مكان يتجمع فيه شعراء كبار كزهير بن أبي سلمى والأعشى وجرير والكثير من الشعراء العرب. الحافة الجبلية تطل على مناظر خلابة ساحرة من أعلى منحدر يبلغ ارتفاعه 300 متر، واشتهرت جبال طويق المطلة على مجموعة وديان باسم نهاية العالم بسبب أنها مشابهة للجراند كانيون المتواجدة في ولاية أريزونا الأمريكية. يزور هذا الجبل الكثير من السياح على مدار السنة، ويقوم السياح زيارات دورية إلى هذه الحافة الصخرية الهائلة، حيث يلتقطون فيها صور رائعة كالتي ترونها الآن. نصف عدد مستخدمي تطبيق تويتر سعوديين. هل تعلم صديقي بأن 96% من سكان المملكة العربية السعودية يستعملون الهواتف الذكية؟ هذه المعلومة بصراحة صادمة، لأن 96% يعني تقريبا أن كل الشعب السعودي معه هاتف ذكي، أي أكثر من 30 مليون شخص في السعودية يمتلك هاتف. ليس هذا هو الأغرب، الحقيقة الصادمة هو أن تقريبا نصف عدد مستخدمي تطبيق تويتر هم سعوديون، وعددهم يصل ل3 ملايين، أي نحو 12% من مجموع عدد السكان. والمملكة لوحدها لديها أكثر من 40% من جميع مستخدمي تويتر الناشطين في الوطن العربي بكامله. الشيء الجميل في هذه المعلومة أنها تعتبر نقطة قوة، فشركة تويتر طبعا تعرف هذه المعلومة أكثر مني ومنك، ولذلك فهي تضرب 1000 حساب قبل أن تفعل أي شيء يهين الشعب السعودي، لأن أي حملة يشنها الشعب السعودي ضد منصة تويتر ستسبب لها خسائر بملايين الدولارات في يوم واحد. فقد أفادت دراسة صادرة عن شركة Global Web Index بأن السعوديين سجلوا أعلى نسبة نمو عالميا من حيث عدد مستخدمي موقع تويتر على شبكة الإنترنت، وذكر في هذا التقرير أن نسبة 51% من رواد الشبكة من السعوديين يستعملون التطبيق بانتظام، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث بنسبة 34%. وطبقا لبعض الإحصائيات فإن هذا العدد الكبير من هؤلاء المستخدمين النشطين ينشرون أكثر من 1,500,000 رسالة يوميا. لكي تعرفوا أكثر سأضع لكم رابط أسفل الفيديو في الوصف، هذا الرابط فيه قائمة بـ10 أكثر الدول استعمالا لمنصة تويتر.
قد تندهش لكنها حقيقة، يوجد ثلج في السعودية. قد يكون مشهد رؤية ثلج على كثبان رملية أكثر روعة وجمالا من أن ترى ثلج على قمة جبل، كيفما كان هذا الجبل وأينما كان، بسبب أن مشاهدة الثلج على قمة جبل هو شيء طبيعي ومعهود ونراه كشيء بديهي، بينما أن تشاهد ثلج وسط الصحراء وفوق كثبان رملية هو مشهد لا نراه كل يوم. السعودية معروفة عالميا ببيئتها وطبيعتها الصحراوية، لذلك الكثير من الناس يكون لديهم انطباع مبدئي على أن كل الطبيعة السعودية هي صحراء، وهذا في الحقيقة اعتقاد خاطئ. هذا الاعتقاد يجب أن تحذفه من مخيلتك بعد هذا الفيديو. الحقيقة هي أن السعودية فيها كل أنواع البيئات الطبيعية، ففيها تضاريس مختلفة من جبال وسهول وهضاب خضراء. ومن الصادم للكثيرين ممن لهم هذه النظرة أن يسمعوا بأن هناك جبال تكسوها الثلوج في السعودية، بالتحديد في شمال البلاد، حيث يزورها الناس ويستمتعون بالتزلج فيها والقيام بكل الأنشطة الترفيهية. ومن هذه الجبال مثلا جبل اللوز في منطقة تبوك، والذي يعتبر الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية. لذلك احتفظ بهذه المعلومة ولا تنساها، يوجد ثلج في السعودية. واضح أنك تستمتع بالفيديو، لا تنسى تشترك في القناة. المملكة العربية السعودية منطقة بركانية بامتياز، ولكن هل كنت تعلم بأن السعودية فيها براكين؟ قد لا يعرف الكثير من الناس هذه المعلومة، والسبب أننا لا نسمع أي أخبار عن أي انفجارات بركانية في السعودية، وإنما أغلب الأخبار التي نسمعها تأتي من اليابان وإيطاليا وإسلندا وهاواي وبعض المناطق في أمريكا وفي آسيا الشرقية. لكن الغريب بأن تسمع بأن هناك حوالي 2000 بركان موجود في السعودية. إذا كنت لأول مرة تسمع هذه المعلومة، اضغط لايك للفيديو لأرى كم شخص لأول مرة يسمعها. الفرق الوحيد هو أن غالبية هذه البراكين خامدة، خامدة أي أنها ليست نشطة، لكن خامدة وليست ميتة، ولا يعرف أي أحد متى ستنفجر هذه البراكين، عاف الله الشعب السعودي من شرها. حين تبحث في الإنترنت عن أعمق فوهة بركانية في السعودية، ستظهر أمامك هذه الصورة. هذه الصورة هي لفوهة بركان الوعبة، مقلع طمية. يبلغ عمق هذه الفوهة البركانية نحو 220 متر، وقطرها 2000 متر تقريبا. وهناك بركان آخر اسمه جبل البيضاء الموجود في حرة خيبر، أحد المعالم السعودية النادرة التي تخطف الأنظار، حيث تبلغ مساحته 1.5 كيلومتر، ويعادل مساحة 250 ملعب كرة قدم. هل تعلم بأن المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها أي نهر؟ مساحة المملكة السعودية 2.15 مليون كيلومتر، هذا يعني أنها في المرتبة 13 عالميا من حيث المساحة والثانية عربيا. فتخيل معي صديقي أن مساحة المملكة السعودية تعادل 6 مرات مساحة دولة ألمانيا. المعلومة الأكثر غرابة هو أن دولة بهذه المساحة الشاسعة لا يوجد فيها ولا نهر واحد دائم. هذا الأمر جعل حكمة القادة في المملكة يفكرون في حلول بديلة لسر الحياة، الماء. والآن يوجد بالمملكة العربية السعودية العديد من مصانع إعادة تدوير المياه في مختلف أنحاء البلاد، ويوجد الكثير من المخططات للمستقبل. فمثلا لدى المملكة العربية السعودية خطة طموحة لإعادة تدوير أكثر من 90% من مياهها بحلول عام 2040 وفقا لGlobal Water Intelligence. المملكة السعودية موجودة في قائمة مكونة من 17 دولة في العالم لا يوجد فيها أي نهر على أراضيها. من هذه الدول مثلا البهاماس، المالديف، وناورو. وعلى ذكر ناورو، قبل يومين نشرت حلقة كاملة عن هذه الدولة، وقصتها أغرب من الخيال وفيها حكمة عظيمة. هذه الدولة فقيرة جدا، فأعطاهم الله كنز حولهم لثاني أغنى دولة في العالم. شعبها كان يعيش حياة البذخ والرفاهية، ولكن بسبب واحد في فترة وجيزة تحولوا من الغنى الفاحش للفقر المدقع الذي كانوا فيه أول مرة، وأصبحت ناورو من أفقر الدول في العالم. شاهدوا الفيديو والقصة الكاملة لدولة ناورو. هاو الفيديو.